الآن أدعو السيد السفير جاريث بيلي سفير المملكة المتحدة في مصر لإلقاء كلمته. Allow me to welcome His Excellency Ambassador Gareth Bailey, the British Ambassador to Egypt, for his speech. معالي الرئيس الوزراء دكتور مصطفى المدبولي، معالي الوزيرة دكتور رانيا مشاط، معالي الوزير ياسمين فؤاد، معالي الوزراء. Thank you very much. I'll keep this short. خير الكلام أقل ودل. Congratulations on COP27. An outstanding achievement. We were proud to hand over to you. And you should be ويجب أن تتحلوا بالفخر لإنجازكم هذا النموذج الرائع. نحن نرى أنفسنا وأننا شركاء ليس فقط الآن ولكن منذ أمد بعيد، ولكن التزمنا ب 250 مليون، كثير منها إلى موافي، بالإضافة إلى المليونات التي قطعها القطاع الخاص. السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو ما هو التمويل الإضافي المناخي الذي يمكن أن يوفر، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف الذي يكتسي أهمية كبيرة. نحن ندعمكم في ذلك ونقف وراءكم فيما تحلون كمصممين لصندوق الخسائر والأضرار، ونشارك التزامنا بصندوق التمويل الأخضر، وأيضا ندعم المؤسسات التنمية والتي تساعدكم في بذل هذه الجهود. أتمنى لكم التوفيق. Thank you, Ambassador Bailey, for your speech.